اهلا وسهلا بكم من جديد. وزي ما شايفين الاستوديو تغير تماما الى اشياء جميله جدا، هدايا تفتح النفس من الصباح وتديك احساس الطاقه الايجابيه. وهل الهدايا بالنسبه لنا هي ثقافه في مجتمعنا ولا نوع من انواع الامتنان، انواع الاعتذار؟ 200 انت تجيب هديه لزول؟ اخر مره وديت هديه 200 يا حمزه؟ ده سؤال مستفز صباحا يا استاذه. اخر مره وديت هديه 200؟ سؤال بقروشه. بس الليله اليوم يكون في مشاكل غايته، في حاجات كثيره حتحصل يا دكتور، ما عارفين. دكتور شهد عبود صاحبه مكان حب كانيات، اليوم الحديث شكرا للجو الجميل ده، حديث عن ثقافه الاعتذار وبالمقابل تبادل الهدايا ما بين الطرفين في العلاقات الانسانيه ان كان شكلها. صباحك طيب. صباح الخير عليكم اول شيء، ومبسوطه، وصباح الخير على كل المشاهدين. وحب اقول حودا حميدا لانه طولت منكم، وانا بمتنه لقناه الشروق صراحه لانه كان من اول القنوات اللي استضافتني وعزيز علي زي ما يقولوا. شكرا. صباح الخير عليكم. صباح النور عليك دكتوره شهد، نورتينا الصباح باطلالتك الجميله بالهدايا. نحن عندنا حاجات قد تكون ما كل الناس بيعملوها. لما تيجي داخل لزول في البيت، واحده من الحاجات اللي ممكن تعملها، ممكن تشيل معاك ايا كان نوع الحاجه اللي انت بتشيلها، بيكون عندها وقع بالزبط. عند الانسان قاعد تمر عليك الحاجات دي، ناس بيكونوا ماشيين كثير مثلاً. انا مبسوطه جدا انه الثقافه دي اختلفت تماما، وبكل موسم بتكون مختلفه الهديه تماما. يعني انت لما قلت لي لما يكون زول ماشي لزول في البيت، اتذكرت طوالي مثلا رمضان الفات كان لرمضان بنجهز هدايا مختلفه تماما. يعني كان منتجات مجففه، حاجاتنا السودانيه ذاتها بنعملها بطريقه حلوه، فالناس بقت ما تشيل بس كيس وخلاص، لا هم عايزين يعملوا حاجه غير تفرح الزول. يا سلام. فدي الحاجه الحلوه الحاليه اتغيرت يعني. طيب قبل ما نقدم الهدايا الظاهره قدامنا ونتكلم عنها بصوره اكبر، برايك يعني احنا كمجتمع سوداني اي متحابين ومتعايشين واي حاجه، لكن في علاقاتنا الانسانيه اي علاقه انسانيه بيحصل فيها الشد والجذب، يعني برايك ليه نحن ما بنبادر انه نصع علاقاتنا؟ ليه بنشوف الاعتذار ده صعب وانه الواحد يقول انا اسف في حد ذات الكلمه بين هلالين دي يكون صعب ويحس انه هو ضعيف؟ برايك ليه يعني؟ انا الحاجه دي شايفاها من ناحيتين. الناحيه الاولى صراحه تو بي اونست التربيه، لانه في البيت لما يكون مثلا عادي قدام العيال قدام كده، زمان يعني دائما الراجل خلاص هو الحاسم، هو الكلمه ما بيسهل، ممكن يعتذر لزوجته او لاخته او لو كده خلاص يعني انتهى الموضوع، بيتعامل معاه عادي من غير حتى ما يتناقش في الموضوع. حاليا الحاجه دي تغيرت، بقى في وعي حتى بالنسبه للكنساء، بنطالب انه لا ما حينفع كده، لازم نقعد نتناقش نعمل. الحاجه الثانيه شخصيه الزول ذاته، في ناس شخصيتهم بتحس ان هم الحاجه دي يعني صعبه عليهم، فالتربيه والشخصيه هم اللي بيحكسوا الحاجه دي. لكن في نفس الوقت انه حاليا الوعي الحاصل حاليا انه الناس لا اتغيرت، حابه تتناقش، انا ما حارضى بالحاجه دي سواء من الراجل او المراه، لانه عندنا الناس بيكونوا برضه رجال زعلانين وبيرضوهم، يعني ما شرط بس تكون البنت الزعلانه. واحده من الحاجات اللي ممكن تكون فيها اسف، ممكن انت ما تعمق في الاعتذار لكن تجيب العذر معلش، دي كافيه جدا في انها تغير مود الانسان. لكن يا دكتوره شهد خلينا نتكلم، بما انه الهدايا اللي احنا شايفينها والاشكال والبوكيهات اللي انت عاملاها او الباكج اللي بيكون عموما جاهز، بيجيك زول بيقول لك يا اخي انا عايزه حاجه معينه في حدود سعر معين ولمناسبه معينه، بيكون الاختيار حقك ولا حقه هو؟ يلا انا عايزه اقول لك من ناحيه الزبون، لما يجينا عندنا اقسام للزبون عديد كده احنا مقسمينها، زبون بيكون عارف انا داير شنو، انا عايزك هي بتحب كده وكده وكده، او هو بحب كده وكده وكده، انا دايركم تاخذوا لي الحاجات دي لليوم الفلاني للساعه الفلانيه، ده بيكون مريحنا شديد، والكرت اكتبه كده. يا سلام. فبنقوم نعمل له. في زبون بيكون لا بختار كم حاجه بقول انا خلوا الباقي على يعني على كيفكم. في زبون بيقول لا خلوه كله انا واثق فيكم، دول الزباين القدامى اللي عندنا، خلوه كله على كيفكم، ظبطوا لي حق، بيجونا كثير شديد، حاجه على مزاجكم. بعد كده احنا بنقدر نساله هي بتحب شنو، او بيكون عارفين احنا قبل كده ودينا لها شنو لو زبون قديم، لكن لو زبون جديد بيقول له هي بتحب شنو اللي بيلفتها. شفت فينا الزباين في الهدايا، زباين في الهدايا. لا فعلا احنا عندنا زباين من ما هم يتعرفوا على بعض لما هسي بعيالهم اربع عيال معانا ما شاء الله تبارك الله. فالحاجه دي بتعتمد على الزبون. في زبون بيجي ببجت بيقول لك انا ميزانيتي كده ظبط لي عليها، في زبون بيكون ميزانيته مفتوحه بس همه انه يعني ما عارف يتصرف، ده اللي بيكون دائما عاكي داري راضي باي طريقه. دكتور شهد بيني وبينك كذا مشاهدين معانا، منو اكثر الناس اللي بيقدموا هدايا في الفتره الاخيره يعني حسب الاقبال داخل الجنسين؟ احنا تو بي اونست التارجت سيجمنت بتاعنا المغتربين، الاولاد. الاولاد المغتربين. ايوه يعني احنا حاليا محلنا هو كل الفئات، سواء في السودان وبرا السودان، عندنا في الامارات، في يو كي، في مصر، في كل الحتات، لكن اكثر شيء المغتربين تبع السعوديه وقطر.
كمان حدد المناطقية اللي يا طبعاً ساتي. السوشيال ميديا بتسهل بتوريك إنه التارجت سيجمنت بتاعك شنو كده بتقدر تواكب. هل دليل لأنه أنتوا الشيء بتقدموه هاي هو أكيد شيء فخم وجميل في التزيين وكذا لكن هو مكلف يعني ما بيقدروا عليه يعني مكلف ما هو مثلاً يلا ما دام حلو إنه إحنا بنشتغل حسب بجت تاع الزول يعني أنت عايز هنيف حلو كده بنظبطها لك وفي نفس الوقت بنحاول نطلعها بأحسن صورة كانت بغض النظر حتى بيجون ناس بتكون ميزانتهم فصلت يعني عشان نكسبهم كزباين بنظبطها لهم من عندنا يا سلام دي حاجة جميلة ومحفزة في إنه نحنا تكون عندنا ثقافة الهدايا ذات بحد ذاتها وتهادوا تحابوا الهدايا من المحبة ومن التقدير ومن أشياء كثيرة جدا بتجي بعدها لكن نشوف دكتورة شهدي من الأسنان طب الأسنان للهدايا وللبزنس وللطريقة المختلفة اللي قد تكون ما بتشبه الخمسة ولا ست سنين اللي ممكن تكون يدرس فيها فعلا أنا أصلا بحب طب الأسنان الوالد طبيب أسنان الله يحفظه وكان تارجت بتاعي انه خلاص انا حقرة طب اسنان هعمل ام بي ماستر في كده هاشتغل في كده هفتح عياده يعني كنت اخذت زي ما يقولوا بلان اول ما تخرجت اشتغلت تي اي في الجامعه بعدها اتزوجت سافرت يو كي كان زوجي بيعمل في ماستر بتاع بزنس فكنت لما بقرد اقرا معاه ومرات بحضر معاه ولقيت انه ده شغف دي حاجه حلوه شديد ده عالم واسع عائد يعني. مادي اكبر ايوه غير العائد المادي يعني حسيت انه ده في شغف جديد في حاجه جديده زون ايوه جديدة. فقلت انه اول ما ارجع السودان انا ما حواصف تبع الاسنان بس داير اعمل معاه حاجه كبزنس شلت البضاعه بتاعتي من يو كي وصلنا كان قبل الفالنتاين نحن قبل الفالنتاين بيوم كان الهدايا كلها انتهت ما شاء الله تبارك لأن الوقت ذاك ما كان اصلا في فكره الهدايا ولا محل هدايا ولا ناس بتجهز هدايا فكره جديده وحتى البرودكت كانت غير فمنها حسيت انه لا يلا انا عايزه زياده عايزه زياده لما وصلنا لمحل الاول والمحل الثاني الحمد لله فغايه الموضوع يعني جاذب يعني غير الهدايا بقى الواحد حابب موضوع البزنس زياده يعني ما شاء الله دكتور اللي بيشاهدونا الان طبعا اختلفت قيمه الهديه نفسها قيمه المعنويه والشكل الجمالي بتاعها وادخال الفرح والسرور بالنسبه لكم انتم كمردود بشكلها الجمالي وبالنسبه للشخص الثاني اللي بتقدم له الهديه فالمتابعون الان عايزين يتعرفوا على كل الاشكال الموجوده دي اختيار شخصي ولا التزيين بيتم كيف برضو التغليف واي مناسبه تختلف عن الثانيه اختيار شكل معين ولون معين برضو هو حسب الزوج يعني مثلا الهديه اللي قدامنا دي في الصينيه كان طلعناها لزبون اتشاكل مع زوجته وفجاه قرروا ينفصلوا وهي بتحب العطور السودانية والحاجات دي شديد والصندلية وكده وما حصل في حياته فكر يجيب لها حاجة زي دي فبسبب الهدية دي هم بعد ما انفصلوا هسه رجعوا لبعض ما شاء الله دي فقمنا عدناها نفس الشكل اللي عملناها عملنا نفس الشكل مع انه هدية بسيطة يعني هي حاجة بس بتحبها فانه هي عجبتها فكرة انه هي هو مركز في الحاجة اللي بتحبها يعني صحيح انا حاولت اعمل كوليكشن لحاجات طلعت بس في اليومين اللي فاتوا قمت عدتها يعني كمثال ثاني زي بتاع الطقم ده برضه انه هو مفروض عرسهم يكمل كان شهر 12 حصل هو الظروف وما حيقدر ينزل شهر 12 فكان انا هسه ده اكسسوار لكن احنا كنا رسلنا لها طقم ذهب عديل مع الفريرو كاعتذار وقال لها يعني عشان الزواج يتاخر بس يعني عشان الزواج ايوه ما شاء الله تبارك الله الهدايا اللي قدام التحت الرجاليه ودي رجاليه دي كان بمناسبه عيد ميلاد ودي بمناسبه شغل جديد كان فهدايا للمكتب هو دائما الحاجه احنا بنسال يعني مثلا هو نقل مكتب جديد مثلاً. ايوه فبنجيب حاجات للمكتب عشان هو في المكتب يتذكرها مثلا انه هي مثلا زعلانه شنو اللي بتراضيها شنو اللي بحبها عيد ميلادها طبعا عيد ميلادها بالنسبه لنا مناسبه مهمه لانه ده اهم يوم في الحياه لكل يعني انسان لازم تتميز الوحده في ده اليوم المهم في السنه كلها فدائما بنحاول ندلع الوحده قدر الامكان عشان تحس نفسها ده يومها هي برامه يوم زول ثاني ما يتشابه مع اي حاجه من الحاجات بالضبط خليني أشوف الشباب ذاتهم في الفترة الأخيرة أصبح عندهم شغف بتاع بيزنس وشغف بتاع يعني حاجات ممكن يبسطوا بها الآخر زي ما أنت بتقولي الحاجة الهدية اللي أنت بتعمليها أنت بتكوني مبسوطة والطرف اللي أنت بتقدمي له كيف ممكن تساعدي أو تكوني قدوة للشباب وأنت بتقدمي لهم نصايح وإرشادات ومذكرات في أنكم كيف تبدوا مشاريعكم وكيف منها تمشي ده حاليا الشغف الجديد اللي أنا عندي لأنه الحمد لله حب وكانيات بقى معتمد على التيم كامل أنا ما عندي حاجة غير إدارية بسيطة فحسيت انه لا انه انا زمان لما بديت ما كان في زول بيديني نصايح ما كان في زول ممكن يدعمك بسهوله اي كان في ناس داعمين لكن دعم حقيقي انه يفرق في شغلي ما كان في بسهوله بيكون فهسي انا صفحتي الشخصيه عاملاه توتالي انه كدعم للمشاريع الناشئه يعني لانه هو كبدايه زول بيكون ما عارف يبدا من وين صحيح. ما عارف يعمل شنو الخطوات شنو بديت كان اديت نصيحه لكم زول لما لقيت انه لا هو ما شاء الله البزنس بعه تطور وعبر وهسي ما شاء الله بقى باني بيته بسببه ده حسيته برنامج حلو شديد فبقيت انه انا اي زول بادي بزنس
بحاول قدر الامكان ادعمهم، لانه ممكن شير للستوري واحده يجيب له 1000 فولور، صحيح بوست واحد يقوم يمشي له شغله، ودي حاجه ممكن اللي فاني غير وقت يعني، فوقتي يعني بالنسبه لي دي حاجه كعائد جميل لي انا، ما يعني الوقت ما مشكله يعني. فحكايه انه انت تدعم زول تساعده انه يوقف دي حاجه حلوه شديد. دكتور شهد، نحن بتابعونا الان شاشه الشروق مختلف ثراء السودان الوطن القاره يعني، واحنا في المركز هنا في الحياه دي كلها متاحه، لكن في اقاصي السودان ما كل شيء متوفر بالشكل الجمالي ده، لكن قيمه التسامح موجوده، فقدر كيف ممكن الجود بالموجود انه الناس تتبادل على اقل تقدير اللي بيحسبوه الطرف الاخر ممكن يفرح يعني، كيف ممكن ننشر برضو الثقافه دي بيناتنا نحن في مجتمعنا السوداني عموما يعني. هو مبدئيا كده انا حابه يعني زول لو هو بقى عنده وعي انه انا لازم، ما شرط انه انا اهدي لمناسبه، ما شرط انه عيد ميلاد كده، ممكن انا حاسي مثلا زول تعبان مجهود، حاسي انه هو طاقته حاليا ما زي اول، ما بضحك زي اول، انه حكايه تساله ساكت الحاصل شنو، ان شاء الله تعزمه برا، ان شاء الله تجيب، ايوه تفقده دي ذاتها بالدنيا. صحيح. الموضوع ما موضوع مادي بحت، الموضوع موضوع معنوي يعني اكثر شيء. بعد ذاك ممكن حاجه زول بحبها يعني، ممكن يعني الشوكولاته دي ما شرط تزين بالطريقه دي، في زول الشوكولاته بتفرق معاه وبتغير له قطعه واحده بتاعت شوكولاته بالضبط كده. نعم. فدايما الفهم انه انا احس بالزول اللي معاي، الزول لو هو بقى حاسب الزول اللي معاه هو بيفرق معاه، وانا جنبك انا هنا، افتكر دي حاجه بالدنيا. استنى الحلاوه البقره في الاكياس دي ما شاء الله قاعده يعني في كل أكثر في كل السودان بيطلع يعني. مننا. اكثر حاجه ممكن تطلع الجود بالموجود اللي ذكرته قبل يعني، حتى يعني عنده علاقه بالماديات، ما عنده يعني علاقه. هسه احنا بوكيه البقره وحلاوه مصاصه بنعملهم شكل بوكيه بس كطريقه تقديم، وهي ما حاجه مكلفه، لكن كشكل جمالي بتدي الزول منظر حلو يعني. صحيح. واحده من الحاجات اللي تحدثنا عنها دكتور شهد الثقافه والاعتذار، ودي قيمه انسانيه مفروض تكون مزروعه وموجوده جوانا يعني. انا لو جيتك داخل المحل نادر تلقى زول يا اخي سلام عليكم لو سمحت ممكن تعملي لي حاجه، لا انا طوالي بقي داخل فيك بدون معليش ولو سمحت. كيف انت بتقدري توظفي ناسك الموجودين معاكي بناتك والتيم اللي بيشتغل معاكي في انهم يقابلوا الزبون كيف، او يتعاملوا مع الانسان بثقافه معليش اسفين يعني احنا بنعتذر، انتظرنا 5 دقائق اذا الحاجه تاخرت، ده ذاته نوع من الدعم اللي بيخليك. أنا حالياً صراحة يعني الحمد لله شاكر ربي على التيم اللي معي حالياً، مريت بكم تيم وكلهم كانوا أي نعم كويسين، وفي السافر وخلونا وتوفقوا في حتات تانية، لكن يعني أنا حاب لأن هم شايفين الحاجة اللي هم بيعملوها دي العائد بتاعها قدر شنو، أي هدية تطلع مننا الزول المستلم بيرجع لتلفون المحل بيشكروا بطريقة ما طبيعية، فبالنسبة لهم ده قدام دافع زيادة إن هم يجتهدوا أكثر. أول ما يبدوا إحنا بنبدأ زي موضوع تريننج، أنا بكون معاهم بوريهم طريقة الرد، لو حصل كده بنعمل كده، عاملة ليهم عديل كده لسته طويلة، في حالة حصلت أي حاجة بنعمل شنو، حصلت أي حاجة عملت شنو، فدي زي تقديم فرصة إن هم يعرفوا يردوا كيف يعني. كويس جدا. طيب دكتور احنا عايزين مجتمع صحي والحديث فضفاض، إن شاء الله نلتقي في مساحة أوسع عشان نقدر نفصل في جوانب ثانية. تربية النج مهم جدا لبناء جيل صحي، فقدر كيف تربية من الصغر ممكن تنشئ لنا جيل صحي بالذات في عمليه تبادل الهدايا والاعتذار في حد ذاته من الاسره من البيت يعني. طبعا ما ده انا قلت لك قبل لما قلت لي ثقافه الاعتذار، قلت لك انا بحس انه هي راجعه للتربيه اول شيء بعدين للشخصيه، والشخصيه بتتكون برضه من جزء من التربيه يعني، لكن هو غير انه موضوع انه زول يعتذر الثقه، لو انا يعني انا هسه عندي بنتين ما شاء الله ربنا خاتة الحاجه الاساسيه انه انا اخليهم واثقين بنفسهم، لو انت واثقه من نفسك حكايه انك انت تعتذر دي حاجه ما حتهزك، صحيح ما حتفرق معك في شيء، لازم انشئ طفل واثق بنفسه ما مغرور، لا واثق بنفسه عارف الصح من الغلط، الاساس فيها الوالدين. ايوه الهدف انه هو يمشي في الدنيا دي انه هو يعمل اللي شايفه صح في حق نفسه في حق ربه في حق امه وابوه، عملت كده بعد كده ما اي حاجه ثانيه حتكون ما فارقه يعني، بالعكس بعدين الاعتذار اصبح ثقافه. بالضبط. يعني في اي دوله ثانيه اذا انت ما قلت اسف او معلش او شكرا هم بيحسوها، حتى طبعاً. في يوكي يعني بيحسوا انه الموضوع غريب انه أيوة. انت ما اعتذرت لي او قلت له شكرا، فنحن حابين الحاجه دي تكون بالنسبه لنا من الاشياء الطبيعيه اللي بنعيشها في حياتنا. حتى ثقافه الابتسامه، انا كل ما اسافر الناس كلها بتبتسم، هسه لما ابتسمت وش زول بيقوم يقول لك انت مالك حاسس بعدين شبهني شكله لانه عايلي وابتسم. أيوة. شكله بيشبهني على زول. ثقافه الابتسامه صراحه مهمه حاليا برضه. والله المهم في الموضوع انك كنتي معانا الصباح ونحن سعدنا بالحاجات دي يعني، ممكن حاجة ما تقدم لك لكن صحيح. إذا أنت شفتها جميلة بتسعدك يعني، نحن لما نشوف الجمال في حد ذاته بنسعد وبنبتسم بدون ما نحس يعني. خلاص هناخد مشوار الهدايا ده ونزول على صباح الشروق، وأي زول يقدم الهدايا بشكل جدي وبابتسام بمودة
ويحس فيها نوع التقدير المتبادل. ولازم شكرا. نبدأ بك أنت الليلة عشان شكرا تورطت. شكرا تورطت على الهواء. دكتور شاهد عبود صاحبة مكان حب وكانيات، اليوم الحديث كان عن ثقافة المهاداة بين الطرفين والاعتذار. كتر خيرك وشكرا جزيلا وموفقة إن شاء الله لتقديم في المساحات القادمة. جزاكم الله خير وكان شرف لي والله. شاكرين لوجودك وإطلالتك الجميلة. الله يديكم العافية. شكرا.